طبعا راح نتكلم عن درس بسيط جدا، وهي العلامات التي تدل على أن حالة الطفل تتجه نحو الأسوأ في علامات نوبة الربو الشديدة والقوية. أول علامة ازدياد السعال واللهاث القوي جدا مع ظهور اللعاب الفموي. طبعا عدم تحسن حالة الطفل رغم أعطائه أدويته المعتادة التي توسع القصبة الهوائية، أيضا تشوفونه يحس بضيق نفس وسعال وبلقم وتسرع تنفس، يعني يحاول يتنفس بسرعة أسرع مما يسبب اضطرابات نفسية وعقلية وبيولوجية بعد في الجسم. أيضا من الضروري مراجعة الطبيب والاتصال بالطبيب المختص لكي يحاول فحص الطفل وإعطائه العلاجات الأقوى التي ممكن أن تعالجه. أيضا يصبح لون جلد الطفل لونه أزرق غامق مما يسبب الهلع عند الوالدة والوالدين معا، ودخول الطفل في حالة الخطر الشديدة مما يؤدي إلى الموت والوفاة. أيضا يحتاج إلى الطفل إلى الإسعافات الأولية والذهاب إلى المستشفى، ويحتاج إلى تنويم خاص لمدة يصل إليها 3 أسابيع تقريبا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.